تحية وسلام لكم أينما كنتم في هذا العالم الشاسع الواسع. واليوم اليوم خاص لأنني سأتحدث عن شخص أحبه كثيرا وما زلت أحبه، أحببته وأحبه وسأحبه. رحل وتركنا منذ بضعة سنوات هذا المخرج المصري الشهير يوسف شاهين، الذي سنسلط الأضواء عليه اليوم بطريقة مختلفة فريدة. لما بحس بالحب ده طبعا قلبي بيتملي، بيبقى لذ شيء في الدنيا حب الناس. لما بحس بالحب ده قلبي بيتملي بأجمل حاجة بالحب، والحب أساسي في عمل يوسف شاهين الذي تسلط عليه الأضواء أمينة أمال جرمازي، أمينة المعرض. حلو اللعب بالكلمات. أمينة المعرض الجاري اليوم في باريس حتى 28 من تموز في السينماتيك الفرنسية. أمال جرمازي، أنت باحثة في السوربون وكذلك عازفة كمان وكذلك تهتمين بهذا المشروع الخاص، بهذا المعرض الخاص لكي تحملي يوسف شاهين عبر هذه التظاهرة إلى العالم. أهلا ومرحبا بك. أهلا ميساء، سعيدة بالاستضافة. يا أهلا بك، أنا سعيدة لأنك اليوم معنا لكي نتحدث عن هذا المعرض. بسرعة، ما الذي حملك إلى عالم يوسف شاهين أمال جرمازي؟ أنا من الأول مهتمة بالعلاقة بين الدراماتورجيا والموسيقى، ولكن في وقت من الأوقات كنت نفكر في موضوع لرسالة الدكتوراه متاعي، وحبيت نشتغل على السينما العربية. ولما نقول سينما العربية نقول سينما مصرية بالأساس، ولما نقول سينما مصرية نقول يوسف شاهين. كان اللي حبيت في يوسف شاهين أنه كان عنده فرحة كبيرة، كان عنده حب كبير في السينما متاعه، ولكن صح. كان حامل قضية، كان حامل قضايا عديدة، يعني من القضايا المهمة حتى العصرنا الحالي. يوسف شاهين، لا نستطيع ربما بساعة واحدة أمل جرمازي أن نحكي ونروي الحكاية، ولكن كان يا ما كان يوسف شاهين. ودي نصيحة ممكن أديها لأولادنا اللي جايين بعد كده، الأجيال اللي جاية بعد كده، أنك أنت لازم وأنت صغير تكون عارف هدفك الأخير، نفسك تعمل إيه عشان تلحق تدرس للحاجة اللي أنت بتحبها. أنك تعرف وأنت صغير عاوز تعمل إيه عشان تدرس للحاجة اللي أنت بتحبها. كلمات يوسف شاهين من حديث اقتطفته من عالم اليوتيوب على الشبكة العنكبوتية. يوسف شاهين الذي كان يعرف منذ الصغر ماذا يريد، هو الذي كبر في الإسكندرية الأربعينات، إسكندرية الملونة بحكايات وثقافات مختلفة، بجاليات مختلفة، بتأثيرات موسيقية وسياسية وإنسانية مختلفة. وفي هذا الخضم من التأثيرات ولدت حكاية يوسف شاهين وعلاقتها أيضا بالكوميديا الموسيقية. أنت سلطت الضوء في عملك أمال جرمازي الدكتوراه والبحث الذي قمتيه في السوربون على الموسيقى ويوسف شاهين وفي أفلام يوسف شاهين. إلى أي مدى برأيك هذه الإسكندرية أو هذه البداية أو هذه الطفولة التي تتحدث عنها مهمة في مشواره؟ كانت فعلا هي الطفولة اللي عاشها في إسكندرية كانت مهمة جدا، لأنه إسكندرية السنوات الأربعين اللي كان فيها شاهين شاب كانت إسكندرية عالمية، كانوا فيها جاليات متعددة، كانوا فيها أديان متعددة وشعوب متعددة، وكانت هي مدينة السلام تتحول بعد كالمدينة الفاضلة عند يوسف شاهين. فكان شاهين الشاب يذهب إلى صالة السينما، كانت الإسكندرية في الأربعينات تعد أكثر من 40 قاعة سينما، فكان يوسف شاهين يشاهد فيها نوعين أفلام، من الأفلام المصرية العصر الذهبي للأفلام المصرية التي كانت بالأساس موسيقية، وأيضا أوروبا كانت تحت وطأة الحرب العالمية الثانية، فالأفلام الأمريكية ما كانتش توصل لأوروبا، لكن هو شاهين شافها في إسكندرية. وهذه الأفلام الأمريكية كانت أيضا في الأربعينات بالأساس موسيقية واستعراضية، فهذا سيأثر كثيرا على يوسف شاهين، يعني يتأثر بفريد أستير، جين كيلي، جينجر روجرز وغيرهم من الأسماء. هناك مشهد يرقص فيه أيضا على الموسيقى التي سنستمع إليها الآن، Walking My Baby Back Home، مشهد جميل جدا. وهذه الرقصة يخرجون أعتقد من نراه يخرج هكذا خطوات راقصة، وهو يعني يعكس لنا هذا الولع حتى متأخر في عمره. نعم، هي لمحة على هذا الديو اللي كان
كان حلم بها كثيرا في جين كيلي وفريد أستير، وكان كرمهم في فيلم وفيلم سيرة ذاتية اسمه اسكندرية كمان وكمان، التي سنعود إليها بعد لحظات دقائق في هذه الساعة المخصصة ليوسف شاهين. G is great after being out late, walking my baby back home. Arm in arm over meadow and farm, walking my baby back home. We go long harmonizing a song, or I'm reciting a poem. Hours go by and they give me the eye, walking my baby back home. We stop for a while, she gives me a smile, snuggles her head on my chest. We start to pet, and that's when I get her talcum all over my vest. After I kind of straighten my tie, she has to borrow my comb. One kiss, then I continue again, walking my baby back home. The dark, so I have to park outside of her door till it's light. She says if I try to kiss her, she'll cry. I dry her tears all through the night, hand in hand to a barbecue stand. Right from her doorway we roam. Eats and then it's a pleasure again, walking my baby, talking my baby, loving my baby. I don't mean maybe, walking my baby back home. Music Hour, ميسا عيسى. Walking My Baby Back Home، وهذه المقطوعة الشهيرة غناها نات كين كول، ونقتطفها من عالم يوسف شاهين المخرج الراحل الذي تركنا تحديدا في 27 من تموز من سنة 2008، أي سيمر في تموز القادم سيكون هناك إذن احتفال بمرور 10 سنوات على رحيله. لا 11 هو افتتاح المعرض كان بمناسبة مرور 10 سنوات، لأنه تعرفي أنا والأرقام حلو كتير. 2019 بكونوا 11 سنة. إذن على كل حال مرور الوقت لا يؤثر على حكاية يوسف شاهين، لأنني شخصيا أنا سعيدة أيضا لوجودك. أنت قمت بدراسة أعماله وأنا التقيت به منذ أكثر 15 سنة، 95 عندما كنت أحضر أنا أيضا شهادة جامعية عن أعماله، ولكن عن حقبة سنتكلم عنها بعد قليل، الحقبة الناصرية. أي أنه شخص يترك بصمة عندما ندخل في عالمه، ولا شك أن بداياته الموسيقية التي تحدثنا عنها من قليل وتأثره بالمدينة الإسكندرية حملته أيضا بأن يدخل إلى عالم السينما المصرية الهائلة كما نقول عن طريق الباب الكبير. أول فيلم له كان بابا أمين، ولكن استمعوا إلى هذا المقتطف من فيلم آخر ستعرفونه عن أكيد. تعرفي يا أنسة أهلنا سابونا لوحدنا ليه؟ تقريبا عارف. أهلنا بيفكروا أنه يمكن أنت وأنا ممكن نتفاهم على الجواز، مش كده؟ تمام، لكن أهلنا بيفكروا بعقلية الجيل الماضي، الجيل القديم اللي كان يحكم على الولد والبنت أنهم يتجوزوا من غير حب. علشان كده انا مش عايزاك. يعني انا اللي عايزك؟ ما هي القلوب عند بعضها. اهلنا بيفكروا في مصلحتهم الماديه وبس، وعايزيننا نكون احنا ضحيه اطماعهم. انا ما اقبلش. وانا كمان ما اقبلش. طب ده انا في واحده في حياتي لا يمكن ابيعها باي ثمن. برافو برافو، اهو انت دلوقتي اثبتت ان عندك قلب. عندي قلب وعندي مبادئ كمان. انا كمان في واحد تاني في حياتي وعدته بالجواز ومستنياه لما يرجع من السفر، اصله بيدور على بترول. بترول؟ يبقى خلاص اتفقنا على المبدأ، لازم كل واحد منا يفضل مخلص للي بيحبه. مظبوط، لكن قولي
هنعمل ايه في اهلنا اللي عايزين يورثوا؟ هنعمل ايه باهلنا اللي عاوزين يورثوا؟ المقتطف ماخوذ من فيلم انت حبيبي الذي صدر عام 1957 ليوسف شاهين، والذي نرى فيه شاديه الدلوع وفريد الاطرش في هذا اللقاء. وهناك في الحوار نرى مدى حداثه يوسف شاهين حتى في فيلم كوميدي تقليدي، لانه يتحدث عن المجتمع، عن تقاليده، وكيف نحبس الاشخاص في مكان معين، وعن هذه الثوره الناشئه نوعا ما في كوميديا اصلا. امل جرمازي، هل هذا الفيلم كنت تقولين بانه لم يتعدى 30 عندما قام بصناعته؟ هو كان عنده فقط 30 سنة، وكانت الإطار التاريخي متاع صنع الفيلم هذا كان خاص شوية، لأنه كانت مصر تعرف العدوان الثلاثي، وكانوا في حرب. وفي ليلة من الليالي فريد الأطرش كلم شاهين يقول له عايزك تعمل لي فيلم. عايزك تعمل لي فيلم، عندي شوية أغاني وعايزك تعمل لي لها فيلم. لازم يكون العكس، يعني عندي فيلم عايزك تعمل لي لها أغاني، مش فمن هنا تعمل الفيلم. وكان فريد الأطرش هو المنتج متاع الفيلم هذا. وللطرفة انه بعد ما وفى الفيلم، وبعد ما تصور، وبعد ما تم تركيب المشاهد الكل، كان تعرض على الرقابة، وكان في وقتها في الرقابة نوزنوا الشريط الفيلم وندفعوا ضريبة عن الوزن. فكان فريد الأطرش شاف 22 كيلوغرام، يعني الفيلم يوزن 22 كيلوغرام، فالتفت لشاهين وقال له لا، أنا فيلم فريد لازم تعمل 25 كيلو على الأقل. قال له شاهين هو ما أنا ببيع لك جبنة، يعني الفيلم خلاص انتهى، هنعمل إيه؟ ففريد قال له إيه، معلش احنا نلحن أغنية. وكانت هذه أغنية زينة، يعني زينة زينة زينة، الأغنية زادت بعد الفيلم. إذن هذا العالم الذي تصفينه أمل جرمازي، وعالم السينما المصرية في عصرها الذهبي، حيث كان ممثل باستطاعته أن يذهب إلى مخرج يقول له اعمل لي فيلم ولازم يكون وزنه هالقد، يعني أنه في نهاية المطاف هذه الحقبة اخترقها يوسف شاهين عندما قام بصناعة هذا الفيلم. تخيلون بأن هند رستم في قطار وترقص وتخترق الشاشة. هند رستم من الأسماء التي دخلت إلى حكاية يوسف شاهين، أو الأحرى حملها يوسف شاهين هي أيضا، يعني تفاعلا بشكل واضح منذ الفيلم الأول بابا أمين. منذ فيلم بابا أمين، ولعبت معه في فيلم أنت حبيبي مع فريد الأطرش وشادية، والتقى بها مرة ثالثة في باب الحديد اللي سمعنا منه الموسيقى هذه. باب الحديد، برأيك أمل جرمازي، لماذا هذا الفيلم يعتبر في الكم الأفلام التي قام بإخراجها يوسف شاهين في تلك الحقبة، انطلاقا من بابا أمين 1950، ولكن وصولا إلى باب الحديد الذي هو في 58، قام بعدد مهم من الأفلام، منهم صراع في الميناء، منهم شيطان الصحراء، صراع في الوادي، نساء بلا رجال. لماذا هذا الفيلم تحديدا كان مختلف؟ يمكن صحيح شاهين كان عمل تقريبا 10 أفلام قبل باب الحديد، ولكن كانت أفلام كلها في ما هو سائد، يعني ويمكن شاهين كان سائم قليلا من هذه السطحية الصناعة المصرية وقتها، كانوا الأفلام كلها تتشابه يعني تقريبا، فكان سائم شوية، وكانت وقتها موضة نيوغياليسم. فباب الحديد كان من أول الأفلام اللي تصورت في ديكور حقيقي، لأنه قبل
قبل كانت الكاميرا عزيزة برشا، ما تخرجش الكاميرا من استوديو، كانوا النجوم هما اللي يجيو مدللة، كانوا النجوم هما اللي يجيو للكاميرا. ولكن يوسف شاهين كان من الأوائل اللي صور في مشاهد في ديكور حقيقي في كانت في محطة مصر، وكان من الأوائل اللي مسوا مواضيع حساسة شوية، يعني لي سانديكاليست، نقابات العمال وغيرها من المواضيع الحساسة في العالم العربي وقتها. فعلا هو ربما أيضا في المشاهد العديدة من فيلم هذا الفيلم باب الحديد، هناك مشهد يبقى في ذاكرتي على صعيدي الشخصي، هو المشهد الذي نرى فيه وجه يوسف شاهين يقترب من القطار لكي يطلب كازوزة كما كان يفعل كثير في المحطات. وهو قام بعمل توثيقي أو بالأحرى بحث ما قبل إخراج هذا الفيلم، ذهب وتحدث مع كثير من الأشخاص في المحطة، مع كثير من النساء اللواتي يبعن الكازوزة ليعرف كيف ما هي حكاياتهم الحياة. أنا كان فعلا هناك اقتراب وثائقي لم يكن موجود أبدا في تلك الحقبة بالنسبة للغة السائدة. أود أعرف أننا تحدثنا عن باب الحديد، ولكن أود أن نعود إلى الأغنية التي استمعنا إليها من قليل مع شادية وفريد الأطرش، لأنها أغنية أصبحت جزء من الحكاية هكذا، من حكايتنا على كل الأصعدة، لا أدري، ومن تاريخ السينما المصرية، من تاريخ السينما المصرية. أنا تذكرني هكذا بلحظات لا أدري. أمان، نستمع. يا سلام على حبي وحبك، وعدي ومكتوب لأحبك، يا سلام على حبي وحبك، وعدي ومكتوب لأحبك، ولا نمشي الليل من أحبك، يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك، ده ما كان على بالي أحبك، يا سلام على حبي وحبك، ده ما كان على بالي أحبك، ولا نمشي الليل من حبك، يا سلام على حبي وحبي، يا سلام على حبي وحبي، يا حبيبي هوا جنني والشوق ملاني جراح، يا حبيبي هوا جنني والشوق ملاني جراح، وحياتك تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح، وانا يعني ماسك فيكي، ما هو قلبي المشغول بيكي، حبك حيرني أنا زيك برضو، ربي صبرني، أيوة أنا فرضو، اعذرني لإني بحبك، ما بنامش الليل من حبك، اعذرني لإني بحبك، ما بنامش الليل من حبك، يا سلام على حبي وأحبك، وعدو مكتوب لأحبك، يا سلام على حبي وحبك. مش ممكن اعيش من بعدك، ده خيالك جنبي ليلاتي، مش ممكن اعيش من بعدك، ده خيالك جنبي ليلاتي، وبقول لو ربنا ياخدك كنت اعمل ايه يا حياتي، ان شاء الله انت يا حبيبي يا هنايا وكل نصيبي، ان شاء الله انت يا حبيبي يا هنايا وكل نصيبي، حولع في روحي يا قلبي وعيني، لا اوعى يا روحي ده واجب عليا، من ساعة قلبي محبك ما بنامش الليل من حبك، من ساعة قلبي محبك ما بنامش الليل من حبك، يا سلام على حبي وأحبك، وعد ومكتوب لأحبك، يا سلام على حبي وحبك. أمال أتريني بقيت فرحانة، عقبال كل العزال يتهانوا زي هنانة، عقبال كل العزال يتهانوا زي هنانة، شوف وشي اصفر ازاي من حبك، شوف جفني احمر ازاي من حبك، شوف وشي اصفر ازاي من حبك، شوف جفني احمر ازاي من حبك، هتعيش يا روحي معايا، ده انت حياتي في دنيتي، كفاية حبك كفاية احسن يضر صحتي، يا سلام على حبي وحبك، ما بنامش الليل من حبك، يا سلام على حبي وحبك، ما بنامش الليل من حبك، يا سلام على حبي وحبك، وعدي مكتوب لأحبك،
يا سلام على حبي وحبك. مبروك يا عريس، مبروك يا عروسة. الفيلم الذي يحملنا إلى الخمسينات، إلى حملنا إلى هذه الحقبة الذهبية في عالم السينما المصرية. نحن سويا حتى الثالثة بتوقيت هذه العاصمة الباريزية أمل جرمازي لكي نتحدث عن يوسف شاهين. يوسف شاهين الذي رحل والذي يكرم والذي يسلط على حكايته الضوء اليوم ضمن تظاهرة تقومين بالإشراف عليها وأنت أمينتها، مستمرة في السينماتيك الفرنسية حتى 28 من تموز القادم. هناك محطات عديدة قادمة سنذكرها للمستمعين لاحقا، ولكن أود أن نبقى في حكاية شاهين. تحدثنا عن هذه المرحلة الذهبية، ولكن سرعان ما تزعزع الوضع. هناك كما نقول علاقة واضحة ما بين أعمال يوسف شاهين السينمائية وحكاية البلد وحكاية مصر وحكاية الشعب المصري والشعب العربي أيضا، لأنه تفاعل بشكل واضح مع كل ما يجري. بيني وبينك طار لآخر العمر وآخر عمرك يوم ما نتقابل. سنتقابل، والمرة القادمة السهم لن يصيب كتفك بل يصيب قلبك. السهم ده كان ممكن يصيب قلبك يا عوام. ربنا سلم يا مولاي. حاول تقول الحقيقة مهما تكون. قول يا عوام، من أي اتجاه طلع السهم؟ أنا مولاي فكرت عنف بحيرة طبرية، ولما خلعت ملابسي وجدت فجأة 5 فرسان هسبتاليين مسلحين وأنا أعزل وحيد. إيه دورية استكشاف؟ لا أبدا، هم كانوا بعيدين عن خططنا. وجدت 5 فرسان وانت خالع ملابسك وأنا أعزل، هجموا علي فدفعت. لكن انت كنت قادر. ودفعت بايه؟ بشجره. شجره؟ بفرع شجره. ووسفت في المعركه. تقصد في البحيره. وقاومت الى ان وبعد ما رموك بالسهم يا عوام. بعد السهم فرد بنت حوا. بنت حوا؟ وال5 فرسان بقوا بنت حوا؟ بنت حوا؟ انا قلت بنت حوا؟ انت قلت الحقيقه يا عوام. ومعسكرهم بعيد؟ كانت مياه البحيره تعكس نيران معسكر الحرس. اجمع القوات في الحال. مقتطف من فيلم صلاح الدين ليوسف شاهين الذي صدر عام 1900 إذا ماني غلطاني و63. هذا الفيلم تحديدا يفتح الباب أمل جرمازي لهذه المرحلة التي سنسميها مرحلة ربما النضال، الانهماك السياسي، بداية الوعي أيضا، لأن مع فيلم صلاح الدين هو الباب لمرحلة ستكون طويلة ومهمة في مشوار السينمائي ليوسف شاهين. صح، يمكن بداية الصحوة السياسية كانت سنة 58 مع فيلم جميلة بوحيرد، لكن كانت صحوة ساذجة شوية لأنه يوسف شاهين ما نجحش أنه يتلاقى مع المناضلة الجزائرية هذه، لكن يدخل للسياسة من بابها الكبير سنة 63 مع ناصر، وكان ناصر وقتها فهم بسرعة تأثير السينما على المجتمع المصري، فقام بتأميم صناعة السينما وكان يمول أفلام لدعم سياسته ومشاريعه السياسية. فكان طلب من شاهين سنة 63 أنه يخرج له صلاح الدين، ووقتها تكلف الفيلم كان أغلى فيلم يتعمل في وقتها في تلك الحقبة في تاريخ السينما المصرية لحد 63. وبخلاف الفلوس كان أعطى له عديد الأدوات أنه كان عشان ينجح بها الفيلم، فأعطاه 1000 جندي من الجيش المصري لتصوير مشاهد المعارك، لأنه الفيلم يحكي على صلاح الدين والحروب الصليبية. ولكن خلافا لما يمكن أنه يخلينا نفكروا فيه الفيلم ليس للحديث عن هذه الفتوحات الإسلامية، لا 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 لا, لا إطلاقا، لأنه يوسف شاهين كان مسيحي. لكن الفيلم كان ناصر يحب يقول للعالم العربي أنه يمكن نكون أنا الناصر صلاح الدين الجديد، أنا جمال عبد الناصر، الناصر الجديد الذي يمكن يفتح القدس. ونحن نذكره في بداية سنوات 60، يعني في أوج القومية العربية وقتها.
ويمر الوقت وتسري عقارب الساعة وتتحول الأحداث وتتفاقم الأوضاع إلى أن نصل إلى هذا اليوم الذي في كثير من قلوب القوميين العرب كان يوم مأساوي فعلا. وأقول لكم بصدق وبرغم أي عوامل قد أكون بنيت عليها موقفي في الأزمة، فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها، ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. إن قوى الاستعمار تتصور أن جمال عبد الناصر هو عدوها، وأريد أن يكون واضحا أمامهم أنها الأمة العربية كلها وليس جمال عبد الناصر. والقوى المعادية لحركة القومية العربية تحاول تصويرها دائما بأنها إمبراطورية لعبد الناصر، وليس ذلك صحيحا، لأن أمل الوحدة العربية بدأ قبل جمال عبد الناصر وسوف يبقى بعد جمال عبد الناصر. يرمي الغناوي تقاوي تبوش الأرض تتحنى، يرمي الغناوي تاوي تبوش الأرض تتحن. يرمي الغناوي تقاوي، يرمي الغناوي تقاوي. نحن في هذه الساعة الموسيقية المخصصة ليوسف شاهين الذي يكرم في العاصمة الباريزية بفضل تظاهرة معرض مستمر حتى تموز 28 في السينماتيك الفرنسية. أمل جرمازي، أنت أمينة هذا المعرض وكذلك باحثة في السوربون، تسلطين الأضواء على طريقتك الخاصة في حلقتنا اليوم، ولكن أيضا في أعمالك وفي أبحاثك على دور الموسيقى في أعمال يوسف شاهين. استمعنا من قليل إلى مقتطف من خطاب الرئيس الراحل عبد الناصر الذي سمي بخطاب النكسة، هذه النكسة المعروفة في حرب عام 1967. هذا المكان كان محور أساسي في حكاية الشعب أو الوطن العربي بأكمله، ولكن أيضا على صعيد الشخصي ليوسف شاهين وعلى صعيد أعماله التي ستلي هذا التاريخ. صح، ويمكن حتى لهنا كان شاهين دخل في السينما السياسية، لكن كان أكثر سينما بروباغندا مع الناصر، ولكن نكسة 67 تكون عنده بمثابة الصحوة اللي كانت كما قلت صحوة عند المفكرين العرب بصفة عامة وعند يوسف شاهين خصيصا. والسؤال هو لماذا هذه القومية العربية التي بدأت في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 والتي ساعدت البلدان العربية على الخروج من تحت وطأة المستعمر الغربي، لماذا
اليوم يعني سنة 67 لماذا نفس هذه القومية الغربية تخسر الحرب هكذا؟ فللإجابة عن هذه الأسئلة يعني كان يوسف شاهين أخرج ثلاثية الهزيمة، سمية ثلاثية الهزيمة مع فيلم الاختيار عام 1970، تلاه عصفور عام 1972، وكذلك عودة الابن الضال في 76. ثلاثة أفلام قوية جدا ومعبرة جدا عن تحول سياسي، وأيضا بداية تحول لغة سينمائية واضحة في طريقة إخراج يوسف شاهين ستتجلى لاحقا في الحقبة التالية التي سنتحدث عنها، ولكن ربما عن كلمة عن هذا التحول الذي أنت ربما درستيه أيضا موسيقيا ولكن أيضا على صعيد اللغة. نعم، هو كما قلت يصبح السينما سينما سياسي عفوا، ولكن أصبح سينما معارضة للناصر ومعارضة للسادات، وموسيقيا أيضا كان نفس الشيء. يعني في صلاح الدين كانت عنا موسيقى أوركسترالية ضخمة لنقول أنه هذا الجيوش العتيد، ولكن في ثلاثية الهزيمة ستصبح الموسيقى أكثر وطنية، أكثر يستعمل موسيقى شيخ إمام، يستعمل فتكون موجودة هذه الصبغة الوطنية السياسية. وحتى مع عودة الابن الضال سيستنبط أو يخترع نمط سينمائي جديد يسميه التراجيديا الموسيقية، اللي هو مش موجود، اللي سنتحدث عنه أيضا بعد قليل. ولكن ربما نتوقف عند صلاح شاهين والشيخ الإمام والمقطوعة التي ستقدمينها لنا بشكل حي، لكن قبل أن تذهب إلى هذه المقطوعة لأنك ستعزفين على آلة الكمان وتغنين مصرية بهية، كلمة عن نحن نعرف بأن أصبح الشيخ إمام وصلاح شاهين يعني رموز لتلك الحقبة أيضا النضالية السياسية، وهو اختار من هذه النصوص ونثرها في أفلامه. هناك في فيلم الذي سنستمع نتحدث عنه بعد قليل مع عودة الابن الضال، هناك أيضا نصوص لصلاح شاهين بطريقة كوميدية أيضا، أي أنه أصبح مركز وحي له وللكثير. ربما موسيقيا أيضا استطاع أن يأخذ من هذا الكم الهائل، ولكن إلى أي مدى برأيك أمل جرمازي هذا التفاعل ما بين الشعر المناضل ويوسف شاهين تجلى في هذه الأفلام؟ هل هناك كان حد معين أم أنه فعلا كان مهم بالنسبة له؟ أكيد هو يمثل نقلة نوعية في سينما يوسف شاهين، ولكن نشوفه بعد قليل بعد الفقرة اللي باش نحكي عليها بعد، إنه هناك صحوة ثانية، هذه صحوة سياسية بعد 67، لكن ستكون هناك صحوة بسبب شخصي إنه تخلي يوسف شاهين يفكر أكثر في السينما متاعه. ولكن لحد الوقت إنه في ثلاثية الهزيمة وما قبلها في الأفلام اللي سبقتها الكل كانت الموسيقى تعبر عن نفس ما تعبر عليه الدراماتورجيا، بنفس ما يحكي عليه قصة الفيلم. كانت الموسيقى تأتي لتزيد من المشاعر الجيش، تؤجج الوضع يعني. نعم، لكن نشوفه من بعد أنه سيتطور الخطاب السينمائي عند وينفصل رويدا تصبح هناك أمل جرمازي، هناك الصورة وهناك الموسيقى التي تضفي معلومات، تضفي نص، تضفي شعر، تضفي تساؤل، تصبح في تكامل. نعم، نستمع إليك إذا شئت بالطبع الآن في مقتطف حي في استوديوهاتنا لأمل جرمازي التي تعزف على آلة الكمان والتي هي باحثة أيضا والتي أيضا أمينة المعرض، أي أنها متعددة الوجوه. تفضلي. نهاري ومراكي
ورفاق مسيرة عسيرة وصورة حشد ومواكب في عيون صبية بهية عليها الكلمة والمعنى مصر يم يا بهية يم طرحة وجلابية مصر يم يا بهية يم طرحة وجلابية الزمن شاب وانت شابة هو رايح وانت جاية مصر يا بهية يم طرحة وجلابية الزمن شاب وانت شابة هو رايح وانت جاية. شكرا لأمل جرمازي، شكرا على هذا العزف الحي والغناء الحي في استوديوهاتنا. مصر يما يا بهية، الكلمات لأحمد فؤاد نجم والألحان للشيخ إمام، وهذه المقطوعة أيضا من المقطوعات التي نسمعها في مشوار يوسف شاهين والتي أصبحت جزء أساسي رمزي أيضا في ثلاثية الهزيمة. في ثلاثية الهزيمة هناك عدة أفلام، تحدثنا عن الاختيار، عن العصفور، وهناك أيضا عودة الابن الضال الذي اكتشف أو سمح ليوسف شاهين بأن يخترع أسلوب جديد سماه بتراجيديا تراجيدي موسيقية. يعني بشتكي او بنقد النظام اللي كان موجود وقتها، يعني اللي هو الانفتاحيه العجيبه جدا، والانفتاح والتسميه اللي تسميها. انا كنت متوقع انه المجتمع هيفترتك. في وقتها كان في نوعيه من الرقابه، اوكي انا ممكن يعني اتحايل عليها شويه بالرموز. ورموز ايه يا عم؟ لا ديركت، ما فيش حاجه اسمها رمز. رمز ده اللي خايف قوي، انا ما بخافش. لا يعني بس الاقي طريقه انه انا اقول لهم اوكي انا حامل ماساه غنائيه. ما حدش فاهمها دي، انا مخترعها ماساه غنائيه، كنت شفتها مره ما اعرفش فين الكلمه دي، فاثرت عليهم دي ماساه خلاص، ما دام ماساه ممكن. وقلت اللي انا عايز اقوله. قلنا الشارع لنا وقلنا حاجات كتير قوي، مفترق الطريق الكلام بتاع صلاح جميل العزيز خطير الله. عودة الابن الضال، يوسف شاهين يتحدث عن هذا الاختراع، أمال جرمازي عن اختراع، سمع كلمة في مكان معين عن التراجيديا الموسيقية واستعملها عشان يلف حول الرقابة، وكان يتحدث عن تلك الحقبة التي أيضا توقع فيها تفكك المجتمع المصري وبداية هكذا تفككه في هذا الفيلم عودة الابن الضال الذي يكتشف فيه أيضا ماجد الرومي. نعم، يقدم ماجد الرومي وهذا نشوفوه مكتوب في الجينيريك صوت القرن العشرين. الرسالة واضحة. وكانت ماجد الرومي وقتها يمكن عمرها 18 سنة، وكانت مازالت تلميذة في المعهد، فكانت تحكي أنه بين كراساتها تراجع دروسها وبعد تمشي تصور وبعد ترجع للكراسات. وموسيقيا أصبحت الموسيقى كأداة لإخراج الشعب في تظاهرات، كما قال يوسف شاهين الشارع لنا، والرسالة واضحة فيها الشارع لنا إحنا لوحدنا والناس التانيين دول مش مننا. وهناك نظارة هكذا عندما نشاهد فيلم عودة الابن الضال ليوسف شاهين ونرى وجه ماجد الرومي في 18 مع هذه اللقطات السينمائية التي حتى في تلك الحقبة كانت جديدة بالنسبة للغة السينمائية العربية المعتادة يعني. وبالطبع الكوميديا كانت موسيقية موجودة في الشارع، في طريقة الرقص، في طريقة الأداء، وفي كل ما نراه في هذا الفيلم. الشارع لنا، نتحدث عن من جديد عن الشعر، عن صلاح جاهين، عن هذه الرسالة التي مرت إن شئنا أم أبينا تحت غطاء الموسيقى. ماجد الرومي. كان واجب كان حلمي منا، قالت الشفايف شافت عيوننا، كان
شافت الشفايف شافت عيوننا قوس الشت وياه سمعت الغان كان دكان الحق الحق حاجة في الشارع حصلت حالا يلا نشوف الحق الحق حاجة في الشارع حصلت حالا يلا نشوف لا ما نشوف يلا نساعد الحق الحق نساعد الراجل يرفع عربيته ده البطيخ كله راح ايوه 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 والله رجعت يا علوه لعهد الشطاره والايام الحلوه المرمى الاحمر ينشق ينور يتفكر الشفايف شافت عيوننا ده كان وعد منك وحلم منك قالت الشفايف شافت عيوننا قوس الشت ويا سبعة الوان كان ده كان أيوة 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 والله رجعت يا علوة الحلوة ماجدة الرومي بكل نظرتها وبداية مشوارها واكتشافها كان كل هذا موجود في فيلم عودة الابن الضال ليوسف شاهين الذي اختتم الثلاثية المخصصة للهزيمة. أمل جرمازي أنت معي في استوديو حتى الثالثة نسلط الضوء على حكاية يوسف شاهين عبر هذه التظاهرة الموجودة والتي أنت أمينتها في باريس حتى 28 تموز. من الأفلام الهزيمة إلى لحظة تحولية أخرى في مشوار يوسف شاهين، لحظة تسمح لنا باكتشاف علاقته بذاته وما يسمى بالسيرة الذاتية، وهذا أيضا كان نقلة نوعية في اللغة السينمائية المعتادة. نادرا ما كان المخرج يتحدث عن لا أدري عن نفسه عن ذاته بهذا الشكل. كان أول مخرج يتكلم في بالأنا. كانت حكينا على هزيمة 67 اللي كانت أول أسباب إنه تكون عنده صحوة سياسية، ولكن سنة 78 يوسف شاهين يعمل أزمة قلبية وكان لازم يعمل عملية قلب مفتوح، وكانت حظوظ نجاح هذه العملية ضئيلة جدا. فهنا كانت تسأل ماذا قلت لحد هذا الآن حتى اليوم في حياتي، هل كنت مسؤول، هل تحملت مسؤوليتي كمفكر عربي وكسينمائي عربي في أن أقول اللي نفسي أقوله من غير ما أخاف. فكان قال نفسه لو خرجت منها لو عشت ولو في العمر بقية حامل سينما اللي تحكي عني أتكلم بقلب مفتوح، وخذ رمزية عملية القلب المفتوح ليتكلم بقلب مفتوح. هناك محطة أساسية في مشوار يوسف شاهين وهي تتجلى في هذا الفيلم الأول من سيرته الذاتية إسكندرية ليه، هذا المشهد الشيكسبيري. أنا هقول المقطوعة التانية، مشهد الأم. انظري إلى هذه الصورة وإلى هذه، حيث الوجود المموه لأخوي الاثنين. اختاريني للبهاء المستقرة على هذا الجبين، وصلات شعري هالبريون وجبهة كوبرت نفسه، نو مذيب لقوامي بدا كأن كل إلهي بخاطمي قد وسمه ليؤكد للدنيا أن فيها من هو حقا رجل. هذا كان زوجك، انظري الآن ما يلي، هذا هو زوجك
كسنبلة عفنة. لك عينان تمسكين عن رأي في هذا الجبل الجميل لتسبني في هذه قاع البوار؟ ها؟ ألك عينان؟ ليس لك أن تسمي ذلك حبا، لأن في سنك هذه عنفوان الدم خامل متصنع يعتمر بما تحكمين. وأي حكم يصرف عن هذا إلى هذا؟ لابد أن تبقي على شيء من قدرة الخيار تعمليها في مثل هذه الفوارق. محسن محي الدين الذي يجسد شخصية تلميذ يقوم بأداء شيكسبير باللغة العربية في هذا الفيلم إسكندرية لي ليوسف شاهين الذي صدر عام 1978، من جديد تحدي نوعي ولغوي وسينمائي في هذا المشهد. أمل جرمازي. نعم، هي هاملت وشكسبير كانوا من المواضيع اللي حبها شاهين من صغره، ويرجعوا هاملت يعود في من المواضيع اللي ترجع كثيرا في افلام يوسف شاهين. وكان قبل ما يتوفى كان عنده مشروع هاملت، هذه ما عرفتها من ارشيفاته، كان حب يعمل هاملت اسكندراني. كنت عايزه اشوف هاملت اسكندراني، لكن نعم. وكان عمل موسيقى في اسكندرية كمان، اللي هو فيلم سيرة ذاتية أيضا بغناء هذا to be or not to be، أكون أو لا أكون بالموسيقى أكابيلا على صوت أمواج بحر الإسكندرية. أي أن هاملت وشيكسبير وهذا التساؤل الفلسفي كان مصطحب لمشوار يوسف شاهين خلال كل سنواته. لا شك أن أيضا فيلم حدوتة مصرية له دور مهم. حدوتة مصرية هذا الفيلم الذي نغوص فيه في قلب يوسف شاهين فعلا على صعيد الصورة، ونرى فعلا المشهد مصور داخل القلب والطفل يطرح السؤال على الراشد. لازم نبلغ الدكتور مجدي. He's ordered the doors absolutely closed. لكن دي جريمة. وهذه هي المرة الأولى التي يرتكب فيها حدث غير سياسي مثل هذا الكم الحشد الغريب، ودخل الآن القاعة عشرات الأنفار وأمامي العائلة بأكملها. Tout ce que je sais, c'est que je me sens personnellement concerné. Those people seem nearer to me than my own family. Ask yourself, for whom the bell tolls. حكامة! هذا المشهد مقتطف من فيلم حدوتة مصرية. بعد قليل لم نستمع، ولكن الطفل سيشير بأصابع الاتهام ويقول بأن الراشد هو نفسه، يعني عندما كبر هو الذي يتهمه بقتل هذه الشخصية، أي أن الطفل يقتل في داخل القلب. كل هذه الأشياء التي كانت بالنسبة لسينما عربية آنذاك سريالية شبه غير واقعية، أي أنه دخل من باب عريض كما نقول لتغيير هذه الأشياء. كانت تساؤلات فلسفية عميقة وإنسانية. كان سينما شاهين يأخذ بالتدريج بعد إنساني كبير برشا، يعني حتى الأغنية اللي غناها محمد منير، لا يهمني اسمك لا يهمني عنوانك يهمني الإنسان ولو ملوش عنوان. فكانت الإنسانية موجودة، أصبحت موجودة عند شاهين، وكان انفتاح على العالم من خلال الفيلم هذا. يهمني الإنسان، ما نرضاش يخاصي من القمر السماء، ما نرضاش تدوس البشر بعضها، ما نرضاش يمد جوا قلب نداء، ما نرضاش تهاجر الجزور أرضها، ما نرضاش قلبي جوا يغني جراس تدق صرخة ميلاد، تموت حتى مني لجراس بتعلن نهاية بشر من العباد. دي الحكمة قتلتني وحيتني وخلتني أغوص في قلب السر قلب الكون قبل الطوفان ما يجي، خلتني أخاف عليك يا مصر. أخاف عليك يا مصر، محمد منير. أمل جمازي، نأتي لنهاية الحلقة تقريبا، ولكن
لا نستطيع. قلت في البداية أن ساعة لن تكفي ليوسف شاهين. نصل إلى نهاية هذه الحلقة مع السنوات الأخيرة إذا ما كانت التعبير صحيح. هناك فيلم المهاجر الذي صدر عام 1994، ولكن أيضا فيلم المصير عام 1997، ومن ثم فيلم الآخر فيلم سكوت حنصور إسكندرية نيويورك، وهي فوضى آخر أفلامه. ولكن سنتوقف عند المصير تحديدا. إن الشرع يقوم على إدراك الأسباب والعلل والوسائل والغايات، فيكتمل للوحي عنصر العقل ويكتمل للعقل عنصر الوحي. شباب يحسبون الدين جهلا وشيب يحسبون الجهل دينا. لازم نحترم الحريات عشان احنا ماشيين نحو الديمقراطية، بس لازم تبقى نحو المشي تبقى حقيقية، تبقاش بس كلام انه احنا رايحين. لا دينا في برامج بتحصل فيها شيء من الجراءة لكن برضه محكومة. دول تجار دين بيرقصوا على كل الحبال، امبارح يتكلموا باسم الفتح العربي والنهارده باسم الدين، وبكره حسب اللي يوصلهم اسرع لمصالحهم ولو على جثة اي حد. في كلمات لازم نقولها، واذا ما قلناهاش الجيل اللي بعدنا يقول علينا ايه؟ لازم نقف في وجه هذا التطرف. مقتطفات من هذا، من حديث جرى حول فيلم المصير، اخترته لكم من الشبكة العنكبوتية. هكذا صوت عمر شريف، صوت أيضا يوسف شاهين. نتحدث عن الجهل في هذا الفيلم أمل جرمازي، وهو سلط الضوء باكرا أيضا قبل الكثير عن كل المخاطر التي تجلت في المجتمعات العربية لاحقا. من كم الموسيقي اخترنا لحظة معينة، أنت ستقومين بأداء هكذا لحظة منها، كلمة عن هذا، يبقى أنت مصري، وكلمة عن الفيلم بالنسبة لك أيضا، لننهي بها هذه الحلقة التي كانت غنية وثرية. نعم، هو في المصير كان استعمل الموسيقى اللي كان تطرق إلى موضوع التطرف الديني، وهو موضوع صعب وشائك، ونعرف أنه في عالمنا الحالي قديه الموضوع لسه ساري. فكان يوسف شاهين فهم الحكاية من 20 سنة وغنى بالموسيقى، وكان يحارب في التطرف الديني بالموسيقى، بالرقص وبالحب وبالفرحة. ولكن أنا اخترت لكم اليوم مش أغنية وطنية ليوسف شاهين، كان هو يقول الشعب المصري شعب عروقي، يعني شعب ساري في عروقه. فاخترت لكم اليوم أغنية وعلى المصر. فكرة قبل ما تغني، شكرا جزيلا لمحل حقلك، شكرا شكرا على الوقت وعلى زيارة أمل جرمازي. أنا سعيدة جدا. شكرا جدا. تفضلي. سيكون هناك عدة لحظات إذا موسيقية لاحقا. أمل جرمازي التي ستقدم أيضا في مدينة مرسيليا محاضرات عن هذا الموضوع في لاسيوتا مع هذه الصورة في 31 أدار، ولكن أيضا في 2 و3 أبريل في مرسيليا في الميوسام. تفضلي. تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي وتعيش الحلم العصري، يبقى انت اكيد المصري المصري. تعرف بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي، تعرف بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي، نورك في العالم يسري، يبقى انت اكيد المصري. تعرف تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي، تعرف تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي وتعيش الحلم العصري.